يعني لا يخفى على احد في علاقات قديمه ومتجدده ومميزه ومبنيه على الاخوه ومبنيه على الشفافيه والمواقف التاريخيه الثابته اللي خاضوها قادتنا. اهلا وسهلا فيكم. احنا مقدرين تماما للازمه اللي بتمر فيها غزه، وقياداتنا حكيمه تسعى دائما وابدا الى مواقف دينيه وطنيه تاريخيه، وان شاء الله دائما وابدا بنظل ماشيين على نفس النهج خلف قياداتنا الحكيمه، وان شاء رب العالمين نتمنى لكم رحله موفقه ويسره، واحنا كل التعاون منا ومن الاجهزه الامنيه اللي موجوده احنا كلنا بنشتغل بمعيه جلاله القائد العام للقوات المسلحه الملك عبد الله الثاني حفظه الله وادامه، وان شاء الله نكون لكم موفقه ويسره. اهلا وسهلا فيكم في بلدكم الثاني. شكرا جزيلا. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقدم شكري وامتنان نيابه عن الشعب العراقي الى جميع الاخوه في المملكه الاردنيه الهاشميه، واكيدا على راسها جلاله الملك حفظه الله ان شاء الله تعالى، وكذلك انقل سلام وتحيات سماحه السيد محمد الصدر عزه الله الى جلاله الملك والى الشعب الاردني الهاشمي الاصيل العربي الاصيل. واقعا يعني نحن نخجل من هذا الكرم وهذا الضيافه. نسال الله سبحانه وتعالى انه يجعل الاردن والعراق بلد واحد، ويجعل هذه الشعوب المتحابه وكذلك القيادات الحكيمه كما حضرت المسجل ان شاء الله تعالى بالافكار والاهداف. فلسطين وغزه عزيزه على الجميع لا يخفى ذلك. وانا اعرف جيدا كل الاخوه العرب وخصوصا في المملكه الاردنيه لم يؤمنوا جهدا بتقديم اي مساعده من اي نوع لغزه. وما قام به جلاله الملك الفعاليه المشهوده له من خلال ايصال المساعدات الانسانيه الى اهل غزه، هذا يبقى وسام شرف على صدر جلاله الملك. لان اتصور انه اول من فعل هذا الفعل يعني العظيم وبنفسه وبيده كما راينا يعني. نسال الله سبحانه وتعالى ان تستمر هذه الجهود الانسانيه المباركه من قبلكم ان شاء الله تعالى. واليوم احنا اجينا واقعا انه نكمل هذا الجهد معاكم ان شاء الله. نكون ايد بايد ان شاء الله تعالى نقدم شيء بسيط لاخواننا في غزه. غزه الكل تعرف غزه السموم والجهاد، غزه الاباء، غزه اللي رفعت راس العرب حقيقه. فان شاء الله تعالى بجهودكم وجهود كل الخيرين والطيبين ان شاء الله تعالى نحاول نساهم ولو بشيء بسيط ان شاء الله تعالى بالوقوف معهم ان شاء الله تعالى. اكرر شكري وامتناني لحسن الضيافه والاستقبال والدعم اللامتناهي من قبل الاشقاء في الاردن ان شاء الله تعالى، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتمم هذه الجهود بالخير والبركه ان شاء الله. امين عليكم وعلى الجميع ان شاء الله تعالى. حياك الله يا مرحبا. الله يبارك فيك.